طبعا الحلقه جايه في توقيت بعد عوده البعثه من بريتوريا، وخلال 24 ساعه عندنا مباراه في الدوري العام مع سموحه. اول حاجه تحب تتكلم على الحدث الافريقي الاخير وازاي قدر النادي الاهلي يستفيد بالفترات السابقه عشان يكون موجود في دور نصف النهائي للبطوله الافريقيه، ومن ثم ان شاء الله مواجهه الوداد المغربي. طبعا لازم نتكلم ونقول ان ده كان مخطط له ومرتب له من اول ما النادي الاهلي عرف ان هو هيلاعب صن داونز في القرعه. يعني الموضوع ما كانش متوقف، او صعود النادي الاهلي ما كانش متوقف على مباراه الاياب في بريتوريا، لكن تم الاعداد ليه سواء في مباراه الذهاب او في مباراه العوده. مباراه الذهاب انك تصمم وانك تكون عايز تلعب المباراه على استاد القاهره وسط اكبر عدد من انصارك من الجماهير، وان يكون قوه دافعه للفريق، وان هي دي تعتبر نقطه الانطلاق علشان تعدي، انك لابد انك اكيد لازم تحقق نتيجه ايجابيه. فده كان ملف مهم جدا النادي الاهلي لعب عليه ونجح فيه، وكان طبعا فيه تعاون كبير جدا من كل المسؤولين اللي ليهم علاقه بالامر او كل ما يتعلق بالامر. الحاجه الثانيه انك بدات تحضر فعلا في انك ازاي هتسافر بدري، وانك ازاي هتتاقلم على الموضوع، وانك ازاي هتستعد هناك، وانك ازاي تقعد 5 ايام هناك. هي دي كانت الغلطات اصلا او الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه الخماسيه، ان احنا اكيد مش هي دي المباراه، او النادي الاهلي او اي حد فاهم عقلية النادي الأهلي لا يتنصل أبدا من نتيجة هي حصلت له. بالعكس، بدل ما ممكن البعض يحاول يهرب منها، لأن النادي الأهلي بياخد أي إخفاق ليه إنه يكون نقطة انطلاق نحو طريق جديد ونحو لقب جديد ونحو بطولة جديدة. وزي ما بيقولوا، من رحم الأزمات بيولد البطل. النادي الأهلي لولا ان كان في ازمه بالشكل ده ما كانش تدارك اخطاء كتير، وما كانش تدارك حاجات كتير حصلت. وكان ممكن على فكره لو الامور ماشيه عادي وانك كنت خرجت بشكل عادي، كنت ممكن تكرر نفس، يعني لو كنت خسرت مثلا بنتيجه او 2-0 في الذهاب وجيت هنا كسبت 1-0 في مباراه الاياب، كان ممكن نفس الاخطاء اللي ارتكبتها في مباراه السنه اللي فاتت في الذهاب هي نفس الاخطاء اللي كانت ممكن تتكرر تاني. عشان كده بقول لك رب ضاره نافعه. يعني النادي الاهلي استعد كويس جدا، سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه او من الناحيه النفسيه، انك تقدر تعد لعيبتك ازاي. ده موضوع على صعيد اللعيبه لو كنت تشوفهم طول السنه اللي فاتت بتتكلم، تسال اي واحد فيهم يقول لك انا عايز اقابل صن داونز، انا عايز الاعب صن داونز. ده حقيقي. بعض الامور كان ممكن الناس يعني ايه برضو تشكك فيه، يعني كلام ممكن يقول لك ده كلام للاستهلاك المحلي، او ممكن كلام علشان يطيب الامور شويه، لكن لما بتقابل الرغبة القوية اللي كانت موجودة في مباراة الذهاب، قابلها تركيز واحترام واحترافية في التحضير في مباراة الإياب، وإن كل واحد فيهم يكون عارف دوره كويس قوي جوه الملعب وبره الملعب وجوه الملعب في التدريبات، لحد ما توصل للشكل اللي أنت طلعت بيه، اللي أنت كنت ممكن على فكرة تكسب المباراة، ومش من سهولة المنافس زي ما كان البعض بيحاول يصدر ده. لا سهولة ايه ده؟ علشان انت بتلعب اقوى فريق في دور المجموعات، انت نجحت انك كنت ممكن تكسب، مش علشان زي ما بقول لك ضعف ولا ارتباك، لا علشان انت فرضت اسلوبك وفرضت حاجات كتير جدا. انت اللي كنت اجهز نفسيا، انت اللي كنت اجهز معنويا، واللي كنت اجهز بدنيا في ارض المفروض مش ارضك، في نفس المفروض مش نفسك، لكن انت خليته بانك تقعد 5 ايام هناك. ده كان شيء محترم. انك مشيت كويس جدا اعلاميا او اي حاجه، او في حاجات كتير جدا بتواصل سواء مع الكاف او اي مكان مسؤول في ملف بكاري جسامه، للدرجه اللي دفعت الكابتن صلاح حفيظ بيقول لك انا كنت عايز اتاكد من بعد المباراه ان هو بكاري جسامه ولا لا، اتاكد من باسبوره. ده معناه انك اشتغلت كويس جدا. مفيش نجاح بيجي بالصدفه، مفيش نجاح بيجي لما يكون مرتب له. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرتب خطواته، بيشوف اخطائه، بيعالجها، وبتلاقي النتيجه المحصله دي.